મુમિનીન સાથે મળીને ઇઝને દુખુલ પડે આપણે બધા. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم باذن الله واذن رسوله واذن خلفائه يدخل هذا البيت فكونوا ملائكه الله اعواني وكونوا انصاري حتى ادخل هذه الروضه المباركه وعد الله بفنون الدعوات واعترف لله بالعبوديه وللنبي والائمه بالطاعه رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه واله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عليه ولي الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ જઈને એહતરામમાં બીબીના સીના ઉપર હાથ રાખીને આપણે અદબ ઓ એહતરામથી બીબીને સલામ કરશું. કિબલા તરફ બધા મુમિનીન કિબલા તરફ રહે ને સાથે મળીને તસ્બીહ પડે. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر 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 الله سبحان 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 الله الحمد لله 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. زیارت معصوم کوم سلام اللہ علیہ پڑھے سے تمام معصومین علیہ السلام طرف سے شہداء کربلا علیہ السلام طرف سے اپنا ماں باپ بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ داروں طرف سے علماء کرام طرف سے تمام مومن و مومنات طرف سے تمام مرحومین طرف سے خاص کر جے مرحوم نو ہمارا انتقال تھیو سے مرحوم الحاج حسین علی حبیب علی بھائی سوندر جی طرف سے نے تمام مریضوں نے شفانی نیت تھی خاص کر نے اپنے حجیانی نرگس بھائی બહાદુર અલી નરગીસભાઈ બહાદુર અલી પંજુ એમની શિફાની નિયતથી અને આપણા ફેમિલી તરફથી આપણા મરહૂમી તરફથી જેણે ઇલ્તિમાસે દુઆ કહ્યું છે તમામ મોમિની તરફથી કુરબતન ઇલલ્લાહ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على آدم صفوة الله السلام على نوح النبي الله السلام على ابراهيم خليل الله السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وسيد رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا ست نبي الرحمة وسيد شباب اهل الجنة السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد ابن علي باقر العلم بعد النبي السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر الطهر السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى السلام عليك يا محمد ابن علي التقي السلام عليك يا علي ابن محمد النقي الناصح الأمين السلام عليك يا حسن ابن علي السلام على الوصي من بعده اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت الحسن والحسين السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمة ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته
السلام عليك يا رب الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حوض نبيكم وسقانا من كاس جدكم يا علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يصدمنا معرفتكم إنه ولي قدير أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر على يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي اللهم ورداك والدار الآخرة يا فاطمة اشفعي لي في الجنة وإن لك عند الله شأنا من الشأن اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجب لنا وتقبلها بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك صلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار تنے واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام رو معبود تنے واسطہ کریم اہل بیت معصوم علیکم السلام اللہ علیہ نو خاص تنے واسطہ آج نا مولود جناب علی اکبر حسین ابن علی علیہ السلام نا جوان دکرانو خدایا ہمارا تمام جوانوں نے جناب علی اکبر کی سیرت پر عمل کروانے توفیق عطا فرما خدایا دین ماٹے قربانی نو جذبہ ہمارا جوانوں نے اندر پیدا فرما خدایا جناب علی اکبر نا واسطہ نے وسیلہ تھی تمام جوانوں نے دکرانے دکراؤں نے دکریوں نے حفاظت فرماؤ انہیں پروردگارہ جے جوان دکرانے دکریوں شادی نے لائق تھے گیا سی مارا اللہ انہاں واٹے بہترین رشتہ فراہم فرماؤ امنا ماں باپ نے امنا اولاد جوان اولاد نی شادی نو اوسر مناو انہیں امنا دکرانے نی شادی نو پرسنگ جو نصیب فرماؤ انہیں آ خوشی دریک ماؤتر نے پروردگار شامل حال فرماؤ خدا ہے کہ جناب علی اکبر بیاکی معصوم علیکم ہمارا تمام گناہوں نے معاف فرماؤ آ مہینہ میں ہماری توفیقات میں ودھارو فرماؤ پروردگارہ تارا اطاعت گزار بندہ بناؤ معبود رجب ان شعبان انہیں ماہ مبارک رمضان جیوا عظیم مہینہ تھی ہم انہیں نصیب کری رہی ہو سے پروردگار انہیں اتیار ہم ہی مہینہوں میں سی خدا یا مہینہ نی تمام برکتوں نے ہموں نے حاصل کروانی فضیلتوں نے حاصل کروانی توفیق عطا فرماؤ پروردگارہ ہمارا بدائیں عاقبت بخیر فرما خدا یا دنیا میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کی زیارت نے آخرت میں یہ بزرگواروں نے شفاعت نصیب فرماؤ پروردگارہ تمام مومنین جو مریض سے پروردگارہ خاص کری نے جمنی شفا ماٹے دعا کہوامہ آوی سے حجانی نرگس بائی بہادر علی پنجو امنے تتھا تمام مریضوں نے شفا عنایت فرماؤ انہیں تمام مرحومین نے مغفرت فرماؤ پروردگاراں ہمارا کریم اللہ دنیا میں جہاں پڑے اہل بیت نہ چاہوا والا سے تیوں نے زمین یا آسمانی بلاؤ تھی محفوظ رکھ تیوں نے جان مال عزت آبرو نے حفاظت فرما خدا ہے گھنا مومنین بے اولاد سے جناب علی اکبر نہ صدقہ ماں جناب علی اصغر نہ صدقہ ماں تیوں نے اولاد صالح عنایت فرماؤ تیوں نے گودی آباد کر دے خدایا بے روزگار نے روزگار عطا فرماؤ با روزگار نے روزی ماں برکت عطا فرماؤ پروردگارا ہماری عاقبت بخیر فرماؤ تمام مقامات مقدسات نے حفاظت فرماؤ مومنین واپس نو محبت نے بھائی چارو قائم فرماؤ پروردگارا تاری آخری حجت نے ہمارا زمانہ نہ امام نہ ظہور ماں تاجیر فرماؤ امام نہ احوان و انصار ماں مارو شمار فرماؤ معبود جنت البقینی تعمیر نہ اسما فراہم فرماؤ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم اکثر و خود پتانی دعا بی بی نی بارگاہ میں پیش کرو جناب علی اکبر نا صدقہ ماں خداوند عالم حاجت نے قبول فرماوے اللہ تعالیٰ دریک نی دعا نے قبول فرماوے اکثر و تی اجازت چاہو شو خدا حافظ فی امان اللہ